بغيتي تجاوري معاها واش حنا حنايا اول شيء طبعا غادي نشوفوا ملي كنتكلموا على الدهون وحرق هاد الدهون كيفاش كتستوكا هاد الدهون في الجسم. الدهون هو المشكل الاساسي ديال اللي كيخافوا منه الناس، اللي كينبهوا عليه الاطباء. مشيتي عند طبيب القلب كيقول لك عندك، مشيتي عند طبيب ديال الغدد كيقول لك عندك، مشيتي عند طبيب ديال الروماتيزم اللي بالنسبه لك العلاقه كيقول لك تورد بالك من الدهون. يعني اي عضو في ذاتنا الا وانه غادي ياثروا عليه الدهون بواحد الشكل اللي مباشر او غير مباشر. الامراض السرطانيه في الدهون عندها دور كبير في 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 الستيمولاسيون ديال الخلايا ديال السرطان. اذا خصنا نحاربهم. غير وكان هاد الخلطات السحريه، هاد البروغرامات ديال حرق الدهون في 5 ايام، في 7 ايام، في شهر، فهاد الشيء غير على ود الاشهار، على ود باش كيثيروا الانتباه ديال الناس، باش كيجذبوهم انهم يشوفوا ربما الفيديوهات ديالهم. هما فيهم خير ولكن ماشي بهاد الحده كامله ديال 5 ايام 7 ايام حنا كنحرقوا الدهون وكان نتخلصوا منها. بالعكس انا دا اليوم وجدت لكم وصفات ديال خلطات ما بين خضر وفواكه لحرق الدهون، لتصفيه الكبد، للناس اللي عندهم مشاكل ديال قرحه المعده غتساعدهم هاد الوصفات. ذكرت حتى واحد الخضر اخرى اللي نقدروا او فواكه اللي نقدروا نضيفوهم لهاد الوصفات كاملين، كل وحده لاش كتليق، باش حنا نعرفوا شنو احتياجاتنا وشنو الخلطه كيفاش نصوبوها. وكيفاش السيده او المراه كتخلي راسها، يعني السوليس الي كتسمح في راسها وكتخلي راسها حتى واحد النهار فعلا هذيك ترى وطرات بزاف السيدات بحال اللي يلاه كتشوفي راسك في المرايه وكتلقاي واو كيفاش دلات الكرش، كيفاش تجمعوا الدهون عندي في الارداف، كيفاش يعني شنو اللي كيطرا؟ واش هذيك الدهون راها كتراكم على وقت طويل ولكن حنا ما كنعيقوا بها حتى كيفوت الاوان؟ اللي كيوقع ان حياه المراه كتقدر تقلب من النقيض الى النقيض في واحد المده وجيزه جدا، 8 سنين من حياتها. هي 8 سنين راه مده طويله. لا بالنسبه لحياه الانسان أكيد. كلها راه والو، هي ديك 8 سنين. ديك 8 سنين هي اللي كيكونوا فيها الولادات. اللي غتولد فيها المراه لربما الولادات كيكونوا متابعين، كتنسى راسها، ماشي تسترجع القوام ديالها دغيا ورا الولاده الاولى، كتخلي التراكم. ربما تقولوا بلاتي تنولد وليداتي وعاد نوض نتكلف بذاتي، هذا غلط خطا. لانه شنو تيوقع؟ داك لي فيبغ ديال الجلد ديالنا كيتوسعوا اليوم وغدا، وخا كيرجعوا تترخاو ما تيبقاوش بالمرونه ديالهم الاصليه. اذا نرد بالي قبل ما نحمل، هذه هي الاولى، نشد البطن ديالي قبل من الحمل، ورا الحمل ورا الولاده ديك ساعات عاوتاني كنحزم نشمر، كنحاول بعدا ما نزيدش بزاف الوزن خلال الحمل ديالي، يعني في المعدل واحد 9 و12 كيلو خلال الحمل، الله يجعل شي بركه، باش نقدر دغيا نسترجع القوام ديالي من بعد. وحنا غادي نشوفوا مع مستمعاتنا شنو جربوا ككور ديتوكس، يعني كوصفات او خلطات او مشروب. اهلا بك اول شيء ناديه من الدار البيضاء، صباح الفل والياسمين، مرحبا بك معنا على راديو اصوات. السلام عليكم. عليكم السلام ناديه، لاباس عليك؟ شخبارك؟ كبير الدكتوره العيناني لاباس؟ الله يسلمك ناديه. لاباس الحمد لله، صوتك خير. عارفه كبغيت هذا الموضوع اللي تعجبني والله الا عجبك هذا الموضوع ياك. اللي كنشوفوا في اليوتيوب وداك الشيء، هاد الحاجه جربت ديال الماء طيب تبردي واحد شويه يعني يكون دافئ وتشربي 4 كيسان كبار، جربتهم والو. جربت ديال السكين جبير وهذا والماء والحامض والو. لا ديال السكين جبير كي كديريها؟ فيها سكين جبير والحامض؟ سكين جبير وتفكيه بحال دابا الماء تفكي فيه سكين جبير طري. وديري فيه النعناع وتشربيه. كيحرق الدهون. اييه. شحال الوقت كنتي كتجربي كل مره في هاد الوصفات؟ هذا وقع هو الخطا اللي كندير، ما كنكملش، كنجرب حد سيمانه ما كنكملش. كديري سيمانه، هذه اذا جوج الوصفات. هناك وصفه واحده اخرى اللي جربتي ناديه؟ ما صافي جربتها هذا سميتو
ديك الساعه الا تبعت مع طبيبه ديال الريجيم مزيان. انا واقيلا ما كنتبعش ما مداوماش ما منتظمش كتبت فيها السكر اييه وهذا وتبعت مع طبيبه اختصاصيه ديال السكر ولكن ما انا اللي ما عنديش عقل الرغبه بغيت دابا نطلب من الدكتوره تعطيني شي وصفات اللي نتبعهم ديال الريجيم. اكيد مرحبا مرحبا ناديه. مرحبا مرحبا بك ناديه. حنا طبعا سجلنا هذا الشيء اللي قلتي لينا وغادي نرجع للدكتوره سناء باش تجاوبك. وخليك معنا في الاستماع غادي تجاوب. واش بغيتي طرح سؤال اللي بغيت ندوزو لسناء تا هي؟ انا غير الفكره ديال ناديه كتايد شنو اللي قلت في الاول الحصه هي انه ما غاديش نعولوا على هاد الخلطات السحريه ونقولوا هما اللي غادي يحرقوا لنا الدهون. غادي يساعدونا من التخلص من الدهون اكيد، ولكني واحد الصفه طفيفه. الاهم شيء هي تقويم السلوك الغذائي، هذا هو الاهم. ايه غادي يعاونوني في انا في تصفيه ديال الكلي ديالي، غيعاونوني في تصفيه ديال الكبد، ربما التكوين ديال المرار ديال لابيل اللي كتخرج من المراره باش كيتم هضم ديال الاكل. معلوم هاد العصائر وهذا الشيء كله ممتاز. الوصفه اللي تكلمت عليها ديال سكينجبير طري وهذا مفيده، كتحيد السموم من الذات، ولكن الا نحيد انا السموم بهاد الوصفه وانا كندخلهم عبر سكريات ودهنيات وبروتينات بكثره، فاش ما قديت راه كنحيدها من جهه وكندخلها من جهه. اش من نوع ديال داء السكري اللي عندك بعدا باش نعرفه ناديه؟ نعم. شنو لو ديابيت؟ شنو داء السكري اللي عندك؟ كتاخذي الفانيد ولا الانسولين؟ كناخذ الفانيد. الفانيد واخا. حيتاش الطبيبه قالت لي شحال الوزن ديالك ناديا؟ عندي 100 و100 و100. والسن ديالك؟ عندي 40 عام. 40 عام. ربما هاد السكر ديالك غير ديال السمنه. وشحال في الدول؟ السمنه وعندنا وراثي كاين. ايه ولكن السمنه كتساعد باش يجيك بكري، لان 40 عام راكي باقا صغيره. ربما كون ما كانش عندك هاد السمنه وهاد الزياده في الوزن كنتي تقدري ما يجيكش سكري، او حتى الى جا يجي طفيف جدا وفي سن متقدمه ماشي في سن مبكره. شحال فيك في الطول ناديه؟ عندي متر و 62. متر و 62 واخا. خليك معنا في الاستماع غادي نشوفوا شنو النصائح اللي غتقدم لك دكتوره سناء العناني. طبعا غادي نشوفوا سناء حتى هي بغات تحكي لنا شنو جربات، وجربات واحد لا ديتوكس اللي بغات تقاسمها معنا. اهلا بك سناء من الدار البيضاء. صباح الخير عليكم. صباح الفل والياسمين، مرحبا بك. شنو التجربه اللي بغيتي تقاسمي معنا ومع المستمعات يا سناء؟ الوغ بغيت نتقاسم معكم واحد الديتوكس كنت درتو قبل رمضان. هو سيت ان ديتوكس اللي كيتباع دونك بلا ما نذكر الماركه ديالو. لا ما يمكنش نذكر الماركه. اييه فوالا. درتو صراحه نفعني، لانه بالنسبه لدابخي اللي قالوا لي انه كيليكيدي السموم من الجسم ماشي كيتسوندي لانه كيحرق الدهون. اييه دونك كان لو شونجمون في لو كور ديالي، حسيت براسي خفيت، طيحت في 4 كيلو و 300 غرام مزيان. ومن بعد اللي بغيت نسول الطبيبه هو انني انا من بعد تبعت نظام غذائي، يعني درت غير كيليفراج اليمونتيغ ولكن بالسعرات الحراريه. يعني بغيت نعرف واش هاد السعرات الحراريه واش زعما مزيان او لا، يعني ما كنفوتش السعرات الحراريه ديالي في النهار. شحال كتاخذي في النهار؟ تقريبا انا ما كنوصلش كاع 1500، يعني عندي 1200 1200، جو فاري كل مرة كل نهار اشنو كناخذ. 1200 شوية قاصحة، سي لي ريجيم دراكونيان كي سون 1200 كيلو كالوري. حاولي ديري ب 1500 مزيانة. ندير 1500 باش ماشي تنقصي 1500 ديال لي كيلو كالوري في اليوم ديال السعرات الحرارية، باش ماشي تنقصي دابا حيت عندك عزيمة قوية وغادي تتبعي وتنقصي بزاف، ولا ربما تنقصي حتى من العضلات ديالك، لان ما عرفتش شنو واش نيت داكشي متبعه البروتينات بحقهم والكربوهيدرات بحقهم وحتى لي ليبيد، باش من بعد ما يصعبش عليك الامر باش تبقاي قابطه في الوزن ديالك. لانه الا رجعتي الماكله عاديه وانت كنتي دايره ريجيم دراكونيا، هذا هو السبب ديال اليويو اللي الانسان كيضعف بزاف وعاوتاني كيخلف كيعاود يغلط لانه كيمشي في قل من جهده، كياكل قل من قياسه بزاف واحد الفتره، ومن بعد غير كيرجع الماكله عاديه، ربما حتى النفسانيه ديالو كتكون تازمات في ديك الوقيته، كيولي كيخلف داك الكيلويات اللي بلا شعور اللي كيخدم، كيولي باغي ياكل بزاف، كيولي باغي
هي في الحقيقه باغي غير يستجب لابيل دو كور ديالو اللي باغي يرجع داك المخزون ديالو اللي كان كيستمد منه الطاقه في الوقيته ديال الريجيم. بشويه عليك تنقولوا قليل ومداوم هذاك الشيء اللي بغيت هذاك الشيء اللي فايت قليل ومداوم اكثر من ماشي كثير ومقطوع بصح دونك نكونسومي 1500 كالوري وسيري غير بشويه ما ديريش داك فقدان الوزن اللي مجهد باش ما تخلفيش بسرعه. واخا دكتوره واخا واخا تهلا فراسك تهلا فراسك اسناء تحيه كبيره ليك. غادي ناخذ ليلى اللي معنا من الدار البيضاء. نور اهلا بك. كثير رزقتي سناء الحمد لله الله يبارك فيك. الله يسلمك ليلى استمتعنا الصباح في الشهيوات ديالها ياك. انا اتصلت على حسابي سنة يلا ولدت هادي 3 مو الحمد لله يوفقك. الله يبارك فيك. وبقيت عندي شويه الكرش وما كرهتش شي حاجه باش نحيدها. ولدتي ولاده قيصريه ولا سيزاريان؟ غادي تسناي ليلى واحد 3 شهور اخرى وديك الساعات غتبداي الرياضه ديال البطن حيت دابا باقي السيكاتريس الداخلانيه نخافوا منها. وي افيكتمون هادشي اللي قال لي الطبيب. نتسناو سي موا سي موا غيفولو نبداو الرياضه ديالنا. اذا ما ندير سبور يعني لا دابا لا. شي حاجه زعما شي حاجه زعما طبيعيه ناكلها وما كرهتش نظام غذائي يعني ندير ناكل سيرتو انني انا كنرضع دابا. وشي حاجه اللي تستافد منها حتى البنيه. الله يخليك. الوزن ديالك خلال فتره الحمل كيفاش كان؟ ما كانش عندي بزاف يعني ما تزيدش بزاف فتره الحمل يعني كانت تقريبا يلاه دي كيلو دو كيلو في موا دو موا اللي كتزاد. ودابا شحال الوزن ديالك اليوم؟ دابا تقريبا شي 70. شحال في الطول ديالك؟ 78 دونك هذا ما تخافيش من هذا البطن اللي بقات. من بعد ديري تمارين رياضيه لانها ما تنظنش غتكون شحمه. زعما في اغلب الظن هو ارتخاء ديال هو ارتخاء ارتخاء ديال العضلات. نعم كله كيطراد الفلون ياك ليلى قلت لك ارتخاء في عضلات البطن هي غنقوموا بعمليه ديال شد عضلات البطن كتولي كديري لو غيناج موسكولير يا اما ديريه بالرياضه الا قديتي يا اما كاينين الات اللي كيدعموا دوك العضلات. انا كنعرف واحد الاله اللي في حصه وحده بحال درتي 600 ديال لي زابدو مثلا هذه مفيده جدا ولكن تبدايها حتى تكملي 6 شهور. نو مع الفتح صعيب لانه واخا الفتحه اللي على برا ديال الجلد كتبان لينا بانها الحمد لله راه برات ولكن حنا كنخافوا من الفتحه الداخلانيه ديال الوالده صح حتى تلتئم يا با لو فو اي دو توت لي فاسون كتكمل عام المراه كتولي كتسترجع كتبان ليها بان كل حاجه كتشد بلاصتها بشويه بشويه غير شويه ديال الصبر ولكن مزيان اللهم تن اون سالارم دابا دابا كنحاول كندير ديك كندير لي سانتيغ كنجمعها كنلبس ديك الوط اللي طالعين يعني كنحاول نجمعها. حاولي تجمعيها حتى ماشي بهادشي ما تعوليش على هادشي بزاف انتي حركات ديالك ديال البطن حاولي دائما تكوني داك العضلات ديال البطن شاداهم ما تخليهمش ترخاو ويمشوا على خاطرهم هي بوحدك بلا ما قبل ما توصلي للعمليات الرياضيه فهمتي غادا كتمشي وانت شاده ما تخليش كرشك ترخى على خاطرها. هكاك واخا وحاولي عاوتاني طريقه شرب الماء مهم جدا دائما تنركز عليه ما كنشربوش الماء اثناء الاكل ما كنشربوهش وحنا واقفين ما كنشربوش بالجهد وبسرعه كنشربو غير جغيمات صغار وخارج اوقات الاكل مهمه جدا ودائما وحنا جالسين ماشي وحنا واقفين. واخا ميرسي دكتور بنسولك على حسابي زعما نظام غذائي تقدري تعطيني شنو نقدر ناكل شنو لا؟ بكل فرح غير وكان ربما ندرجوه في حلقه اخرى لان اليوم حنا خصصناه ليكور ديتوكس ولكن حنا دائما كنطرقوا لهاد المواضيع غير بقى الاستماع وحنا ديك البنوته ولا بد نغديوها مزيان. بارك الله عليك. الله يسلمك. الله يبارك فيك تحيه كبيره لك ليلى. شكرا شكرا لك كذلك شكرا. غادي نمشيو للرشيديه التافيلات غادي ناخذ ابتسام اللي بغات تحكي لنا كيفاش حتى هي جربات واحد ديتوكس وشنو التاثير ديال هاد الحميه او هاد المشروب اللي استعملت. اهلا بك ابتسام.
السلام عليكم لالا سناء. عليكم السلام، مرحبا بالناس الراشديه ونهار كبير. بغيتي تحكي لنا على واحد ديتوكس جربتيها؟ شنو استعملتي؟ قول لي يا ابتسام. كنت خديت، كنت 6 شهور هذه، كان عندي واحد شويه ديال الوزن زائد. وكان قولي كانت عندي واحد 82 كيلو. نعم. وخديت قرار بانني نزل شويه من الوزن ديالي. انا فيها متر و 68 وعندي 36 سنه وعندي وليد واحد. ايه. ودابا الحمد لله حيدت السكر، حيدت الدقيق الابيض. نعم. كناخذ الدقيق كامل، كندير الرياضه تقريبا 3 ايام في الاسبوع مده ساعه. كناخذ لي فروي كلهم، الخضار كاملين. منعت كاع كل حاجه اللي هي معجنات واللي هي سكريات. والحمد لله. وكنتاخذ انني كناخذ، كنفيق صباح ربع ساعه قبل النعاس. كنوض، كنفيق، كناخذ واحد الكاس ديال الماء عادي من الرومي، كندير فيه قطيرات ديال العصير الحامض مع معلقه صغيره ديال العسل، كنشرب كاس وكنجلس واحد نص ساعه او لا ساعه الا ربع، عاد كنفطر. كناخذ ان جو، كناخذ عصير مثلا بالفا حليب غير بالماء او البرتقال، او لا كناخذ فاكهه باش يبقاو لي الالياف باش كنستافد منهم. نعم. كنزيد عاوتاني فوقيت الغداء كناخذ لي، كناخذ حاجه عاديه خفيفه. كنفضل انها تكون سلطه هي تكون منوعه وكلها الوان باش كنستافد اصلا من كل لون، كيعطيني شي حاجه اللي للذات ديالي مهمه. برافو عليك. حيت الالوان مهمه للذات ديالنا. معلومه ابتسام. كيترجم لينا واحد الخاصيه في الذات ديالنا يعني. وهذه كيف كنقولوا في البرنامج هي التلوينه ديال قوس قزح. اييه مهمه. وكناخذ على طول النهار، كنشرب الماء، كنشرب حتى 4 لتر ديال الماء، لدرجه ان التواليت ديالي حتى كيوليو في اللون ديال الماء. اييه يعني. قول لي اليوم شنو هو الوزن ديالك؟ دابا حاليا انا في متر 68 وصلت 68 كيلو. برافو عليك. من 82 ل 68. يعني انا ما اتجهت لا للطبيب التغذيه لا حتى شي حاجه، غير بوحدي ودرت دراسه بوحدي، خديت كتب وخديت، دخلت في الانترنت على التغذيه وعلى مواد ديال الغذاء ديالنا مناش مكونه، شنو اللي خاصنا ناخذوا بزاف اللي هما البروتينات. برافو عليك ابتسام. برافو عليك ابتسام، تبارك الله عليك وعلى هاد العزيمه هذه ديالك اللي اليوم غادي تعادي بها الكثير من السيدات فعلا. وانا غنرجع للدكتوره سناء باش تقول لي رايها في هاد الحميه اللي درتي لمده 9 شهور وساعدتها باش تفقد 14 كيلو. دكتوره سناء العيناني، شنو تقولي لابتسام؟ ممتاز هالطريق اللي سلكته ابتسام، لانه حاولت تفهم بعدا مغزى ديال كل حاجه. باش كتقول لك انا كندير لون الخضار ديالي لان كل وحده فيها فائده، ففهمتي بزاف الحوايج. برافو عليك ابتسام. بالنسبه حاجه وحده اللي غنعقب عليها هو داك العصير الحامض اللي كتاخدي الصباح على الريق، الله يخليك حاولي تتفاداه. بالفعل هو حارق للدهون بدون اي زعما شك في الامر، ولكن الخطوره ديالو على المعده، لان يعني اليوم وغدا واليوم وغدا تيطيب المعده. وتخيل دابا لاسيد كينزل على المعده على الريق، صعيب. هذه الحاجه اللي تحاولي تتفاديها. وحاجه اخرى، 4 لتر الماء في اليوم شويه كثيره، لان هادشي سي لا بوتوماني، كنوليو عفوا داخلين في واحد النقيض. عاوتاني كاين الناس اللي ما كيشربوش الماء، ولكن عاوتاني ملي كنوصلوا 4 لتر هنا واقيلا كاين مبالغه في الامر. يعني الا شربنا واحد 2 لتر الماء الله يجعل شي بركه، راه كافياني باش نسقي العريقات ديالي، باش نسقي الاعضاء ديالي كاملين بالماء. يمكن 2 لتر حتى على اقصى تقدير 3 لتر، ولكن في بعض الحالات زعما ما نحتاجوش نوصلوا حتى ليها. وحنا غادي نواصلوا دائما لانه عندنا مازال اسئله كثيره. فاذا ابتسام تحافظ على هذا النمط هذا، هادو غير جوج المسائل اللي عقبت عليهم. الحامض اللي هو على الريق وما تشربش الماء كثير. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك ابتسام. حنايا غادي نواصلوا. دكتوره سناء، انت وجدتي لينا ديكور عصائر اللي اليوم اي سيده ممكن تستعملهم، ما فيهمش دي كونتر انديكاسيون. يعني مراه الاطفال قدروا نعطيهم، مراه حامل، مراه كترضع، الجميع يقدر، ما عندناش اشكال يتبعهم. سناء طبعا واحد الصديقه كتسولنا نوره كتعمل زريحه الكتان في الصباح على الريق لانه عندها مشكل ديال الغلظ من الكرش.
ماشي هادشي هي الحاجه الوحيده اللي غادي تقدر تخلصها من الغلط الكرش. راه خاصها ترد البال في الماكله، خاصها ترد البال في السكريات اللي هي كيتمركزوا كدهون، لان ملي كتطلع الانسولين كنخزنوا الدهون. بزاف المسائل خصنا نديروا الرياضه ممركزه على العضلات البطن. ما غادي نقول غير زرعت الكيتان وغادي نبقى ناكل كيف موالفه عاده وناخذ الدهنيات والمقليات وناخذ السكريات وسكر السريع، ما تنظنش غادي نقدر نوصل النتيجه بهذا الشكل. طيب عندنا الكثير من الاخوات اللي كتبوا لينا كيعطيونا المقادير ديالهم او يعني الوزن والطول والسن. الاخت كويزين كتسولنا على بنتها عندها 16 سنه متر و72 و82 كيلو، واش هناك وزن زائد؟ اسمح لي متر 16 سنه متر و72 و82 كيلو، معلوم وزن زائد. انا البنت عندها 16 عام راه خصها تكون غير في حدود 65 كيلو، الله يجعل شي بركه بالنسبه لها. هذا هو الهدف اللي خصها توصل ليه. هنا كتقول لنا ما عندهاش مشكل الكبير ديال الكرش، المشكل اللي عندها هو لي فيرجيتور ولا سيلوليت. الوغ فيرجيتور الا كانوا بيضين ما عندهمش العلاج، الا كانوا حمرين كنقدروا نعالجوهم بجوج ديال الطرق، لا راديو فريكونس فراكسيوني كوادريبولير ديناميك فراكسيوني كتقدر تحيدهم لنا، او لازير سي او 2 فراكسيوني. هادو هما اللي كيقدروا يحيدهم لنا الا كانوا حمرين، اما الا كانوا بيضين كي زعما في الشوفه كينقصوا ولكن ما كيحيدوش. الاخت يوزر كتقول لنا عن تجربه كتشرب الماء مغلي وكتخليه يبرد وكتشرب تقريبا بين 3 حتى 4 ديال اللترات ديال الماء، والرياضه على الاقل 3 المرات بالاسبوع، اكل صحي بعيد عن المقليات والسكريات. بالنسبه للكميه ديال الماء في اليوم 3 4 مبالغ فيها، مبالغ فيها جوج 3 هو المنصوح بهم. هاد السيده راه بزاف الحوايج حاجه على حاجه كتعاونها على حرق الدهون. كتشرب الماء، فهمت بان غتكون كتشرب الماء على الريق فهو مفيد، انا نشربوا الماء هو الاولاني. كتشربوا دافي مفيد، اننا نشربوه دافي وما نشربوهش بارد. كتدير الرياضه 3 النوبات في الاسبوع، كتاكل ماكله متوازنه، اذا هذا الشيء كله هو اللي مساعدها في فقدان الوزن. وايضا ايمان اللي كتحكي لنا كيفاش ولا عندها ترهل على مستوى البطن لانها كتضعف وكتغلط. الوزن 81 كيلو دابا ومتر و69. وهذه المساله هذه طبعا الفائده اليوم والنصيحه القاعده باش ما تبقاش السيده ناقصه زايده ناقصه زايده، وهادشي اللي كينعكس على البشره ارتخاء على لي فيرجيتور هذوك الشراطي وكذلك على لا سيلوليت. فشنو هي اهم نصيحه؟ هو تحافظ على نظام غذائي، التوازن الغذائي. هي خصها ما توصلش لهاد المرحله، ولكن الا وصلت لهاد المرحله كاين حلول اخرى اللي كتساعدها باش تخلص منهم. مثلا هاد لو غولاشمون دو فونتر كاين جوج الحلول، الا بغينا طبيين او ديال الجراحه. نعم طبيين هي لان عاوتاني ديك لا راديو فريكونس كوادريبولير اللي تكلمنا عليها كتقدر تحيدنا لو غولاشمون فيما كان في البطن او لا في الوجه او لا في الذراع او لا فيما كان داك الارتخاء كتعالجوا لينا. او الجراحه باش كينقصوا شويه من داك الجلد اللي زائد وكي غادي ناخذوا لي كور اللي موجوده لينا دكتوره سامح الهناني. مرحبا. انا قلت واحد لو جو ديتوكس اللي كنقدروا نعطيوه ناخذوه يوميا في اي وقت من اوقات اليوم، ونقدروا نعطيوه للبالغين او للاطفال. السعرات الحراريه ديالو ضعيفه ماشي كثيره. 3 ديال التفاحات، كناخذوا واحد الوريقه ديال الكرافس، نعم نص خياره، واحد الكميشه ديال اليد ديال السبانخ، وطاسه ديال لي غلاسون باش كيجينا بارد، وواحد الخلطه ديال قطعه الثلج. قطعه الثلج ديال قطعه الثلج واش غادي نديرو معاه؟ غادي يجينا منعش، غادي يبرد علينا، ولكن في نفس الوقت فهو كيحتوي على مواد مضاده للاكسده، وحنا كنعرفوا بانه لي زانتي اوكسيدون هما اللي كيخلصونا من السموم ديال السكريات ديال الدهنيات ديال اللحوم اللي كناكلوهم يوميا وكيتسبوا لنا في هذا الشيء. كاين عندي واحد اخر اللي نقدروا ناخذوه في الليل. اييه هذا قبل السيده ما تنام، قبل النوم في الليل ديجيستيف. شحال تقريبا من ساعه قبل ما تمشي للنوم؟
واحد ساعه ديال المكانه قبل ما تمشي لنا وتقدر تاخذ هاد تحرق الدهون في الليل اثناء النوم. لي تري ريش اون تي اوكسيدون عاوتاني فيه مواد مضاده للاكسده و تينعش لينا حتى الجهاز المناعه ديالنا لو سيستيم ايمونيتير. حنا عارفين بانه في هذه الفتره كان ذاك واحد الغشيم هي هذه الفتره صح فعلا خصنا نردوا بالنا والا خدينا ساعدنا الجسم ديالنا بحال هذه المواد اللي كتكون غنيه بالالياف غنيه بالفيتامين سي غنيه بالمواد المضاده للاكسده فكنعاونوا عمليه الهضم ديالنا كنعاونوا جهاز المناعه ديالنا وكنتقواو بيان سور. وهذا المذاق ديالو لذيذ. اذا غنشوفوا شنو في هذه الوصفه. جوج ديال الليمونات الحمد لله حنا في بلادنا كاين الخير موجود الخير فيما مشيتي كتلقاي الالوان. جوج ديال الجزر ربع ديال الراس ديال الخس واحد الوريقه ديال الكرافس ربع ديال الراس ديال لي شو ديال الكرنب وجوج ديال لي غروس برانش ديال البروكولي كناخذوا جوج ديال البروكولي عندو المقادير جوج ديال الليمونات جوج ديال الجزر ربع ديال الراس ديال الخس واحد الورقه ديال الكرافس ربع راس ديال لي شو ديال الكرنب وجوج ديال الشجيرات ديال البروكولي فهذا كيف قلت مضاد الاكسده كيعاون الجهاز المناعه ديالنا فهاد الفتره من السنه تنظن بانه ممتاز اننا ناخذوه كيفيه الاستعمال كنعصروا هادشي اللي عنده سونتريفيجوز ولا اللي عنده ان اكستراكتور مزيان هادشي يدار فيه باش وتقدري تزيدي فيه توالي كلاصون الا بغيتي يجيك منعش وبارد. شحال ديال الوقت هذا تستعملوا السيده؟ ما كاينش عندنا اشكال هادشي مواد يعني اللي ما غاديش اقل مده غتستعملوا غديروا حتى كل ليله ما عندناش مشكل لان شحال على الاقل اسبوعين على الاقل شهر على الاقل واحد شهرين ولا ثلاث شهور وهي كديروا كل ليله باش كيخرط يعني كيخرط يعني كيصفي الجسم هذا كيعاون على عمليه الهضم ولا هضمنا مزيان راه حنا ذاتنا كلها غدا مزيان فعلا وكيف كيكون انتفاخ البطن كيتفش وبالتالي كيبان النتيجه فهنا يعطينا وصفه ديال الصباح ووصفه ديال الليل هناك وصفه اخرى عندي بزاف الوصفات جبت لكم اليوم يلا غادي نزيد وصفه معك دكتوره سناء غنزيدوا وصفه ومن بعد غنتكلم على بعض الخضار اللي نقدروا نزيدوهم او الفواكه دغيا غادي نزيد وصفه اللي كتحيد لنا تخلصنا من الماء داك لا ريتونسيون دو اللي مهمه جدا وكنقدروا ناخذوها في العشيه فهي مغذيه كتحيد لنا كتخلصنا من ديك لا ريتونسيون دو داك الماء اللي كيبقى حاصل ما بين الخلايا تحت الجلد كتحبس لنا داك النقيب ما بين الوقات لانه كتعطينا واحد الاحساس بالشبع وفيها وهي حلوه المذاق ديالها حلو لانها كتحتوي على فواكه اللي حلوين جوج تفاحات ثلث ديال الاناناس جوج ديال الكيوي وجوج ديال الشهديه نعم كيف نصوبها كيف نشربها بالنسبه للتفاح فهو كي 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 يتجمع مع دوك لي ميتولوغ دوك عاوني نسانا بالعربيه شنو ما عرفتيهاش بحال البلوم بحال داكشي اللي ثقيل داك هذا و بهذا الشيء باش كيحيد لينا الي ديتوكسيفيون كيحيدنا السموم من الذات كيخلصنا من هذوك لي ميتولوغ فيه لابيكتين اللي كنعرفوها حنا كاملين اللي حتى تحبس لينا داك الاحساس بالجوع ستان كوفا وستان ديوريتيك كيساعدنا على التبول باش كنتخلصوا من داك الماء اللي حاصل ما بين الخلايا الكيوي اللي كاين حتى هو في الوصفه كيحفز لينا لا برودكسيون يعني الانتاج ديال الجلوتاتيون اللي هو انتي اوكسيدون كبير جدا البروميلين كاين حتى هو في الكيوي كيساعد على عمليه الهضم ديال البروتينات وعنده حتى هو انفي ديوريتيك هو تيساعدنا على التبول الاناناس كيحتوي على كميه كبيره ديال انزيمات مضاده للالتهاب وتا هو كيسهل عمليه الهضم ولكن نردوا بالنا لان اذا خدينا فواكه بكثره ما خصناش نبالغوا في الفواكه كيطلع لنا مستوى ديال الانسولين وكيساعد على تخزين الدهون في الجسم. نعم حنايا غادي نختموا طبعا بهذه الوصفه وكنشكرك كثير دكتوره سناء العناني.